سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل اجتماع امبارح تابع فيه منظومه انتاج لبن الاطفال على المستوى المحلي، ووجه سيادته بالتنسيق والتعاون بين جهات الاختصاص الوطنيه ومصنع لاكتو مصر لتطوير الطاقه الانتاجيه المحليه من لبن الاطفال عشان تغطيه الاحتياجات المحليه وسد فجوه الاستيراد في هذه السلعه الاستراتيجيه المهمه. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيدة نيفين جامعة وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والدكتور إبراهيم عزت رئيس مجلس إدارة شركة لاكتو مصر لصناعة ألبان الأطفال. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة منظومة إنتاج لبن الأطفال على المستوى المحلي، وقد وجه السيد الرئيس بالتنسيق والتعاون بين جهات الاختصاص الوطنية ومصنع لاكتو مصر لتطوير الطاقة الإنتاجية المحلية من لبن الأطفال وبما يواكب التكنولوجيا المتقدمة في هذا الإطار، وذلك بهدف بناء قاعدة قوية لإنتاج أفضل أنواع ألبان وأغذية الأطفال عالية الجودة لتغطية الاحتياجات المحلية وسد فجوة الاستيراد من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة لتغذية الأطفال في المراحل العمرية المختلفة. وقد تم استعراض موقف إنتاج لبن الأطفال من قبل شركة لاكتو مصر، والتي تمتلك أكبر مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، ويستخدم أحدث المعدات التكنولوجية العالمية المتخصصة في هذا المجال، فضلا عن قيامه بإنتاج أغذية الأطفال الخاصة والمكملات والمكونات الغذائية، كما أن الشركة تتمتع بأعلى إجراءات الرقابة والتحكم على منتجاتها المتنوعة التي تضمن جودتها وسلامتها. خلينا نروح للمنطقة الشمالية العسكرية اللي نظمت احتفالية لذوي الهمم بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية ومديرية التربية والتعليم في الإسكندرية في مقر قاعدة محمد نجيب العسكرية، وده كان في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء. واستمرارا لجهود القوات المسلحة في دعم مقاومات التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء والمشاركة في توفير حياة كريمة لأهالي سيناء، تم افتتاح تجمع الشيخ التنموي الجديد بمدينة نخل بمحافظة شمال سيناء، وعبر شيوخ وعواقل سيناء عن فرحتهم بجهود التنمية والتعمير المتواصلة في شبه جزيرة سيناء وشعورهم بعودة الحياة لطبيعتها بمدن شمال ووسط سيناء، وأكدوا كمان على العلاقة الوثيقة اللي بتربطهم بالقوات المسلحة والتواصل المستمر معاهم للتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم وسرعة تلبيتها. أما قوات الدفاع الشعبي والعسكري فنظمت خلال شهر إبريل زيارات لطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية. الكلام ده كان في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة الوعي لدى كافة فئات المجتمع المصري، بالإضافة أيضا لتعزيز القدرات المصرية في شتى المجالات. كمان امبارح كان في اخبار كثيره متنوعه، منها متابعه رئيس الوزراء لتنفيذ مشروعات الاسكان والطرق والمحاور بالاسكندريه، وكمان التكليفات الرئاسيه باعتبار توفير مستلزمات الانتاج للصناعات المختلفه اولويه لدى الحكومه. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، منها تقديم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، وقال الدكتور مدبولي إن عمال مصر بيواصلوا العمل ليل ونهار لإيمانهم بإن العمل هو الطريق الأوحد لتحقيق التنمية الشاملة. امبارح كمان عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع لمتابعة تنفيذ مشروعات الإسكان والطرق والمحاور بالإسكندرية، وأكد الدكتور مدبولي أهمية المشروعات اللي بيتم تنفيذها في محافظة الإسكندرية في قطاع الطرق والمحاور المرورية، فضلاً عن أعمال تطوير المناطق غير المخططة والمشروعات السكنية لشرائح الدخل المختلفة بالمحافظة. كمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عمل اجتماع تابع فيه موقف توفير مستلزمات الانتاج لمختلف الصناعات، وقال ان في تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضروره توفير مستلزمات الانتاج للمصانع المختلفه بما يسهم في توفير المنتجات للمواطنين، واعتبار هذا الملف اولويه في هذه المرحله.
في إطار العلاقات الأخوية اللي بتربط ما بين مصر والبحرين، أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اتصال مع الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبحرين. وخلال الاتصال تم استعراض تطورات العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين ومقترحات تعزيز عدد من مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة.